المتعه مستمره مع يورو 2020 ومع ضيفنا الكريم طبعا الاستاذ محسن لملوم. محسن، شفت دور ال 16 ونتائج دور ال 16 ازاي من حيث تقييمك؟ بعض الناس بتقول ان تقييم دور المجموعات مختلف تماما وحسابات دور المجموعات مختلف تماما على دور النوك اوت. تابعت المباراه ازاي وشفت النتيجه والمفاجات اللي حصلت ازاي؟ مباريات النوك اوت هي البدايه الحقيقيه لليورو، عشان دور المجموعات مش قول بقى الحسابات اللي هي الخاصه لدور المجموعات، لا، لكن مع زياده عدد الفرق في البطولات بقى دور المجموعات في وجهه نظري الشخصيه جدا ان هو مكمل للتصفيات. طب تعالى نشوف النتائج مع بعض ونعلق عليها سريعا. اتفضل. طبعا ويلز، نبدا طبعا مباراه ويلز والدنمارك، وفوز كبير جدا جدا على منتخب ويلز 4-0، فاعتقادي كانت مفاجأة كبيرة طبعا. مفاجأة في النتيجة. كبر النتيجة، لكن ليس المفاجأة في الفوز. الفارق بصراحة كانت شاسعة جدا. ويلز يعني مش المنتخب اللي فرض نفسه، يمكن حقق المركز الثاني في المجموعة الأولى، برضه ما كانش قوي يعني الدور المجموعات ما كانش ظهر بالشكل المطلوب يعني، فهو دي نتيجة طبيعية إن هو يفوز، لكن اللي مش طبيعي إن هو الكبرى حجم النتيجة إنها تبقى 4-0 وكانت ممكن تبقى أكتر يعني من كده. أنت كنت متوقع متوقع الدنمارك تجي، هي دي المباراة الوحيدة اللي ما فيهاش مفاجآت في لحد وقت يعني. طيب، المباراة الوحيدة في المباراة الثانية يعني. ويمكن إيطاليا من ضمن الفرق اللي كانت حاصلة على العلامة الكاملة في دور المجموعات بتسع نقاط، بتأدي مباريات كبيره جدا مع روبرتو مانشيني. مباراه امام النمسا والفوز 2-1. طبعا دي فيها مفاجاه، مش ان ايطاليا فازت، لا فازت ده اكيد كان متوقع من يمكن ب 90%، لكن انها تكون بعد مع شوطين اضافيين، ده اللي كان مفاجئ. كمان بالاضافه ان روبرتو مانشيني مع منتخب ايطاليا وطبعا عزز رقمه المباراه يمكن ال 30 او ال 31 لمنتخب ايطاليا بدون هزيمه على التوالي، ده طبعا رقم مميز ليه طبعا. لكن كمان كان عنده 11 مباراه بدون كلين شيت، بدون ما يستقبل المنتخب الايطالي اي هدف، فده اول هدف بيخش فيه في من 11 ماتش بالظبط، ده اول هدف يخش فيه عن طريق منتخب النمسا. كانت المفاجاه طبعا هو النتيجه منطقه طبعا زي ما قلت حضرتك ان ايطاليا تكسب، لكن كانت المفاجاه ان تكسب بتمديد شوطين اضافيين. صحيح. وكمان النمسا بعد ما ايطاليا تقدمت بهدفين لقينا النمسا بيرجع في المباراه وحتى لو بيقلل النمسا. ويمكن كان موقف كان صعب جدا، يمكن النمسا احرزت هدف وكان الغي بسبب او بداعي التسلل الفرق بسيط جدا. وكان يمكن كانت هتبقى مفاجاه كبيره لو فازت النمسا على المنتخب الايطالي. صحيح. طبعا في المباراه الكبيره طبعا الاخرى ما بين المنتخب الهولندي ومنتخب التشيك. طبعا منتخب التشيك 2-0. دي اللي مفاجاه صارخه. اولا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان منتخب هولندا طبعا حقق العلامه الكامله، تسع نقاط من ثلاث ماتشات. كمان حتى المنتخب الجمهور الهولندي بصراحه غزا بودابست، كان كتير بشكل كبير جدا، وهم بس ترسخوا العقده منتخب التشيك معاهم، ان هم كانوا اخرجوهم لو حضرتك تتذكر في البطوله الاخيره 2016، ما تاهلوش اصلا للبطوله اللي كانت اقيمت في فرنسا بسبب كانوا معاهم التشيك في التصفيات، كانت هزمتهم ذهابا وايابا، بالاضافه طبعا للمباراه الشهيره اللي ما بينهم في يورو 2004 لما التشيك كسبت 3-2. فهم مش اكتر منهم رسخوا العقده، لكن انا في وجهه نظري رغم ان تفوق التشيك عليهم في الفترات الاخيره، لكن يبقى المنتخب الهولندي طبعا الطاحين هولندا هم طبعا دائما وابدا مرشحين حتى للكره الجميله او وصول النهائيات، حتى لو هم بيخسروا طبعا زي ما حضرتك عارف خسروا ثلاث نهائيات قبل كده كاس عالم، لكن في النهايه بتبقى الكره الهولنديه بتستقطب الكثير، فكانت مفاجاه ان هي تخرج مبكرا من اول نوك اوت يقابلها يعني.